مساء الخير. بهالحلقة من سيدتي رح نشوف شو هي الملابس اللي بتناسب المرأة الحامل، ورح نتناول أيضا مشاكل الكتاب السعوديين، وأخيرا شو موضة المكياج لسنة 2013. خليكم معنا. مبروك، انت حامل. ميرسي كلكم ذوق. مع كل السعادة اللي بيحملها الخبر للمرأة، لكن بتبلش المشاكل بعد ثالث ورابع شهر. ما بقى في شيء عقياسي، بلبس تياب واسعة ولا تياب خاصة بالحوامل، مبينة مبرومة، ما عم بتقبل حالي، شو عم بيصير معي؟ كل هالضياع بيرافق المرأة الحامل تيلة 9 أشهر. خلينا نشوف بعض من هالمعاناة مع امرأة حامل بهالتقدير. بلشت بالشهر الثالث، بلشت اتضايق، بطل في يفوت في شيء، يعني بين بطني كثير، فوت على المحل وارجع اظهر دغري، يعني ما في تياب على القياسه، وبلاطنين ما بتفوت فيه، لا بلاطنين اللي انا عندي هون ولا بلاطنين اللي عم بشتريها ما بتفوت فيه. يعني صدمة انه بلش يكبر بطني، غير كنت كثير سمباتيك مثل ما بيقولوا، يعني جسم كثير ضعيف وهيك، فلما تنصحي بتغير عليكي كل شيء، كل حياتك الطبيعيه بطل فيك تعيشيها يعني لما تحبلي. تنصح نلبس كل يوم؟ هلا في كثير قصات تلبق للمرأة الحبلة كل يوم، حسب يعني الوان وكات، كمان حسب جسمك، لانه كل واحد يمكن تغير جسمه بطريقه، وحسب شو بيلبق لك. هلا انت لك اليوم شو اجمالا بتفضلي؟ اكثر شيء جينزات بفضل، يعني جينزات مع توبات. اوكي، بالنسبه للديلي وير لتياب كل يوم، مثل يعني في قصص فلول على الجسم هيك، فور اكزامبل عندك هيدي التوب، ممكن تلبق تحطيها على جينز فاتح او على بانتس ابيض، كمان تبسيها لك اليوم، بتخبي البطن اذا بدك تروحي للاسود فور اكزامبل، اللي هو القصص اللي بتلبسيهم انت عاده، بس انه الكات تبعها معموله اكثر للمراه الحبله، ما كثير بيتغير عليك بركه. انا بفضل تلبس جربي هيدي التوب، لانه الاخضر الاشياء الفواقع عم تلبق، يعني بتلبق لوجهك اكثر، فهيدي التوب بنجربها بركي مع جينز. بالنسبه اذا بدك شيء شوي مش كاجوال، يعني شوي رسمي اكثر، او يمكن بزنس دينر او شغل او شيء، يعني شوي سيريس اكثر، بركي نروح للابيض والاسود فور اكزامبل، فيك تلبسي هيك شميز، هي الشميز شوي البيزك اذا بدك، بس الكات تبعها مثل ما شفنا كمان معموله للمراه الحبله، وتحتها بانتس بيجي شوي هو من فوق مغيط، يعني لحتى ياخذ فورم البطن. في عندك تلبسي هيدي الجاكيت اللي هي كمان عندها الكات من هون، وبعدين بتجي فلو لفوق البطن. اوكي، سو هو كمان اذا فيك نجربهم. مثل ما قلت لك في كذا كات تبقى مع الحبلة حسب جسمك وحسب اللون، كمان ما في مشكلة، يعني انت حسب اي لون بتحبي. هلا مع التوب اللي اخترناها الخضرة، انا بفضل تجربي هذا الجينز اللي هو غامق شوي بس منه كتير كحلي، حتى ما يعطي كونتراست كتير قوي. منجرب هيدا الشيء مع التوب وتشوفي كمان كيف يطلع عليك. نصيحتي تروح للكاتس اللي هي تحت الصدر، او الكاتس اللي على الصدر، او الاشياء الفلو من فوق، تخبي البطن اكثر، او القصص الواسعه بالمطارح اللي هي حابه تخبيها، لانه في احيان مطارح بجسم بتكبر، بس انه ما تعمل شوك لما يكبر جسمها، هذا شيء كثير طبيعي. وبالنهايه في موضه من فتره كانت هي الامباير كات، او القصه تحت الصدر، هي كانت من خطوط الموضه العريضه يعني بالفاشن، وحتى هلا الستينات از باك 60s، القصص الاي لاين، القصص الواسعه عن الجسم الايفازي، فكمان يعني ما حتكون اوت من الموضه او من الفاشن، حتكون كمان إن.
لكن سيدتي إذا أنت حامل ما بيعني إنه ما فيك تكوني جذابة وأنيقة بتيابك. كرمل هيك بيسعدني رحب معي بالاستوديو بالمصمم العالمي جان فارس. أهلا وسهلا فيك جان. مرسي، أهلا فيك. يعني مثل ما شفنا بالروبورتاج، المرأة الحامل بتعاني إنه شو بدها تلبس، بتحس حالها منا على الموضة، وأنا حتى من ضمن هالمعاناة. كرمل هيك إنه حضرتك من الأشخاص القليل يلي اهتموا بالنساء الحوامل بأزيائهم، ليش؟ ليه ملين المرأة الحامل؟ بالعكس بالعكس، أول شيء أنا بحب المرأة الحامل، هي مرأة لأنه يعني لازم تكون حامل، أنا بشوفها حلوة. وهي بتذكرني بأول ما بلشت مرة إجتني زبونة وكانت حامل وبدي لبسها فستان سهرة، بقى كنت عم بحكي أنا أنه بأي ستايل ممكن إني أخفي البطن، نعم، ما يبين البطن. برد جوزة قال لي ليه أنا شايفه مش مصدق، قلت له ها هي هيك حنشتغل. وساعتها ركزنا أنه لا يبين مهضومة وحامل وبتلبس. أنا بتصور هون أهم شيء لازم تنقي، تعرف تنقي إشياء ما تتعبها. نعم. طيب جان، ملاحظ أنه كل سنة بتعرف في موضة منقعد منشوفهم على التلفزيون أنه شو موضة هالسنة، الألوان القصات، بس ولا مرة شفنا فاشن شو مثلا للنساء الحوامل، موضة خاصة بتنزل كل سنة لها بتتماشى كمان مع الموضة. أنه ليه؟ انه المرأة الحامل بتحس انه لا، ازيائها يمكن وقت بتكون بعيدة عن الموضة. ليه عم تحكينا دي مزبوط. هلا بتصور بيوروب بايطاليا بالذات في عم بيصير انطلاقة لاين للحوامل وكل شيء، بس يمكن منا بالابيه بعد. هون بدي اسألك عن المعايير الخاصة بتياب الحوامل، يعني في أقمشة معينة، في قصات معينة، احكينا أكثر عن هالموضوع. أكيد أنا حتى مع الأشياء الضيقة للمرأة الحامل، وعن جد بتبين فيري فيمينين. أكيد، بس يمكن يكون ماشي ستريتش. ماشي أكيد بده يكون طبعا. في شيء ستريتش، ولو ما في ستريتش من جوا نحن بدنا نحط الستريتش تنقدر نحمل البطن ونحمل البطن، صح، ونقدر نحمل الصدر، كل هالاشياء هيدي طبعا. اكيد في تكنيك معينه. طيب كان لك تصاميم خاصه بفساتين السهره للحوامل صحيح؟ اون اوردرز. بس بدي اجرب لك شغله، بس هون في صعوبه كثير، بس كون انا عم بخيط لمرأة حامل وبدها تلبس بعد 3 شهور. يعني انا اليوم بطنها قدامي هالقد، انا بشطارتي وبخبرتي بدي اعرف انه بعد 3 شهور قد ايه بده يصير النهار اللي بدها تلبسه يكون كل شيء بيرفكت ونازل عليها. نحن بنعرف كمان انك صممت لمشاهير عالميين مثل باريس هيلتون واشانتي وبولا عبدول وماريا كاري حتى وكثار غيرهم، كاري اندروود، ومنهم حازوا على جوائز اجمل فساتين واجمل اطلاله. بدي اسالك كيف بيتم التعاون مع المشاهير، يعني كيف بيتم الاتصال؟ شو عم تقول عنا حشرية نعرف انه كيف بتصير لتلبسوا المشاهير؟ أوكي. خاصة يلي هن كتير اذا بدك دايقين. اوكي نادين، بتعرفي المصلحة هي اكيد ابتكار وخلق وكل شيء، بس اخر شيء مؤسسة، واكيد بالمؤسسة بده يكون في اجهزة عم تشتغل، ومن ضمن الاجهزة اللي نحن عنا اياها في جهاز مختص بهالشيء، العلاقات العامة، بالعلاقات العامة الخارجية يلي عندنا مكتب نحن لقلنا بلوس أنجلوس شغلته بس يلبس ستارز. حلو. هلا بيجينا كتير وفي كتير نحن ما بنقبل نلبسهم. نعم. طيب في شي مرة أنت حبيت تتصل بمشهورة وأنت أنت تعرض؟ أكيد. وهلا في بروجي وبكره بتشوفون وأسامي كمان كتير حلوين. حلو. طيب آخر سؤال جان، حابين نعرف شو عم بتحضر لل 2013؟ 2013 صار شهر ونص، عم نشيل لل 2013. شو عم تحضروا؟ عندنا البريتا بورتيل بلش نعرض بباريس، وعندنا بفبراير وينتر 2013-2014 عم بينعرض بريتا بورتيل، عم بينعرض بباريس، وعندنا بمارس باند اوف فبراير الاوت كوتور الصيف، وعندنا الكوليكسيون العرس لبريتا بورتيل. يعني بالنسبة للشتوية للشيء القريب لل 2013 شو معتمد ستايل؟ خلصنا من زمان. شو اللي مركز عليه؟ السنة كثير مركز شوي أنا على الـ 60s 70s، يعني في 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 رومانتيزم بالموضة السنة، هذه الحبيبة خفيفة منا جامدة منا واقفة، عكس من سنة أو سنتين كنا عم نشتغلهم كثير ضايقين. بس بنرجع منزيح شوي، بنرجع بننزل الكادري اللي هو السيران اللي كثير قوي، لأنه عم نلاحظ كثير جينيراسيون جديدة عندنا أجسام رائعة والمرأة عم تهتم بجسمها. صار نفس الوقت لو دارج 60 70 عم تاخذ يمكن فستانين من هالستايل، بس دغري عم ترجع تركبي 4 5 فساتين تبين جسمها لأنه عم بتحافظ عليه، وأنا معه.
ايه لانه فعلا السيدة اللي بتتمتع بجسم كتير حلو بتحب انها تلبس وتستفيد من البساتين الضيقة. هيدي بتساعدنا نحن شوي ستين سبعينات انه نخفي الديفويات اللي عند اياها المرأة. جان فارس مصمم الازياء العالمي، بشكر حضورك معنا ببرنامج سيدتي، بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا رب فساتينك وتصاميمك بتضلها بريليانت مشعة على الريد كاربت وعلى اجسام كل المشاهير بالعالم. ميرسي لك نادين وتخلصي بالسلامة. ثانك يو سو ماتش. الله عليك كثير احلى، انت حلوه كثير وكثير لبق لك الحبل. ميرسي ميرسي كثير جان، ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. بننتقل لنشوف قديش الرياضه ممكن تلعب دور لتساعد المراه الحامل للمحافظه على رشاقتها، بنشوف التفاصيل بهالتقرير. الدخول في مرحله الحمل لا يعني الحكم على المراه بالخمول والكسل، ولا يعني أيضا الدخول في كل النشاطات الرياضية، بل يجب أن يكون الأمر وسطيا، ويجب أن تتكثف الاحتياطات بعد مرور أول 3 أشهر. تساعد الرياضة في تسهيل عملية الوضع على الحامل لأنها ترفع من قدراتها التنفسية، وبالتالي فإن نسبة الولادة القيصرية غالبا ما تكون منخفضة عند النساء اللواتي يمارسن الرياضة. وحين نتحدث عن التمارين الرياضية للحامل لا يعني ذلك أن تمارسها لوقت طويل، فعشرون دقيقة يوميا كافية لمساعدة الحامل على جميع المستويات البدنية الصحية والنفسية أيضا. فقد أثبتت الدراسات أن الرياضة تساعد في تحسين الحالة النفسية لدى الحامل وجلب الراحة والاسترخاء، إضافة إلى كونها ترفع من كفاءة القلب والجهاز التنفسي والمساعدة على تقوية عضلات المفاصل والبطن، كما أنها تساعد على مرونة العظام وعضلات الجسم وتسهل حركة العمود الفقري للمحافظة على ثبات الجسم. دون أن ننسى أن الرياضة ضرورية لتنشيط الدورة الدموية في القلب والدماغ والشرايين. أخيراً سيدتي، تجنبي رياضات كرة المضرب والجري لأنها تخلق هزات وارتجاجات للجسم يمكن أن تتسبب في التواء المفاصل. كذلك تجنبي ممارسة الرياضة في الحرارة المرتفعة لأن ذلك يعرضك ولجنينك للجفاف. عودة للاستوديو، معنا أخصائية التغذية نانسي حبيا، أهلا وسهلا فيك نانسي. Thank you Nadine. اليوم عم نحكي عن المرأة الحامل وكل شيء بخص عالم المرأة الحامل. ولكن تعرفي أول ما تسمع بالخبر الحبل بتخاف من موضوع الأكل والنصاحة، وبتصير تسأل إنه بليز أنا إنه ما بدي أنصح، شو بدي أعمل؟ في رجيم خاص للمرأة الحامل بيسوى تعمل رجيم خلال فترة حملها؟ أكيد أكيد، يعني فترة الحمل هي مش فترة إنه المرأة الحامل فيها تسمح لحالها تاكل الشخصين مثل ما كانوا يقولوا من زمان، بالعكس يعني خصوصي اول 4 أشهر المراه الحمل ما بيتغير ابدا بعدد السعرات الحراريه اللي لازم يتفوت على جسمها، يعني لازم تاكل بشكل طبيعي، بالعكس لازم تاكل اشياء صحيه اكثر فيها فيتامينات ومعادن اكثر، بس ما لازم تزيد اكلها، يعني وزنها بالاول 4 أشهر اذا وزنها طبيعي ما لازم يزيد بالمره، يعني الا هو انا زاد وزني اول 4 أشهر. هلا انت كنت شوي يمكن وزنك اقل من الطبيعي شوي، نحن عم نقول مره وزنها طبيعي مش انه كثير نحيفه، اذا كانت كثير نحيفه لازم تاخذ 2 او 3 كيلو باول 4 أشهر كرمال تقدر تحمل البيبي اكثر يعني. اما بعد الرابع شهر يعني بالشهر الخامس والسادس والسابع هون بنبلش نحن نزيد بس 100 او 150 وحده سعره حراريه، يعني قد تفاحه كبيره او قد تفاحتين او 2، يعني عمل كنترول على هذا الشيء. ايه يعني هو هون يعني كمان الرياضه بتلعب دوره، هي بدها تسيطر لانه مزبوط مثل ما انت عم تقولي الهرمونز اللي بجسمها بتخليها شهيتها بتفتح وباخر 3 أشهر كمان بنزيد لها 300 وحده سعره حراريه، يعني 300 كالوري، يعني هون بدنا نقول عم لانه حاسه انه انا بعيد كل البعد عن 300 وال 200، احكيني 1000 2000 هلا. هو المراه الحامل يعني لازم تاخذ بين 9 و 12 كيلو، هذا شيء صحي. اكثر من هيك بصير الخوف انه يصير معها مشاكل صحيه، والخوف بالولاده، والخوف قد ايه رح تتعذب، والخوف انه يطلع الجنين يمكن وزنه زايد، الخوف انه يصير معه امراض بالمستقبل من جراء انه مثلا اذا اخذت 20 كيلو او 25 كيلو، قد ايه بتسمعي نساء يعني بياخذوا؟ طب عم شوف معنا مجموعه
أطعمة نعم. هودول للمرأة الحامل نعم. حكينا كل وحدة شو نعم. شو بتفيدها. هلا نحن بتعرف المرأة الحامل أكتر شيء بتركز على الحديد خلال الحمل نعم. الحديد أول سورس له أنا مش جايبتها اليوم هي اللحمة بروتينات يعني اللحمة اللحمة الحمراء اللحمة الحمراء هي إذا المرأة الحامل عم تتعرض لفقر دم من جراء يعني فقدان نعم. الحديد وكثير من الحوامل الطبيب تبعهم حتى لو ما عندهم فقر دم ببلشوا الحديد من اول شهر. كلنا بنعرف انه الحبوب تحتوي على الحديد طبعا. تحتوي كمان على كثير من المعادن الثانيه يلي هي بحاجه لها المراه الحامل طبعا. فمن هون الحبوب كمان ممكن انه تكون مع اللحمه تكون مثلا عامله سلطه عدس او مجدره او مثلا تقطع سوب العدس كمان شوربه العدس بالنهار كمان مهروسه الصفرة اكيد وانا هون اللي بدي اقوله بالنسبه للحديد الحديد اذا ما تاخذ معه فيتامين سي بذات الوقت المرأة ما بيمتصه ما بتمتصه فهون نحن بنقول انه اذا اكلت لحمه دغري كلي من وراها حبه كيوي حبه جريب فروت حبه اورنج يعني كل تشرب معه عصير برتقال عصير نحن دائما بنشدد على الفواكه لانه الفواكه فيها الفايبرز كمان لتريحها من الكونستيبيشن ويعني بضل فيها فوائد اكثر نعم. الفواكه بس انه اذا شربت نعم اذا شربت العصير الطازه اكيد نحن بنحمس عليه بس انه تاكل معه او مثلا تعصر له حامض او ليمونيد ممكن تاكل سلطه فيها كثير حامض يعني تزيد كميه الحامض بالسلطه هذا الشيء كمان بيساعد كمان اكيد نعم. اما بالنسبه للخضروات كل الحوامل سامعه بالفوليك اسيد اكيد فوليك اسيد يلي هو كثير ضروري قبل ما المرأة تبلش الحمل بشهرين بتبلش فيه وخلال اول كمان شهر شهرين ثلاث اشهر بضل الحكيم كمان عم يعطيها اياه على تسعة اشهر واذا بدها ترضع كمان بتكفي فيه 100% فنحن هون نحن بدنا نقول انه اول سورس للفوليك اسيد هي الخضروات كل نعم. المأكولات الداكنة الخضار منا السبانخ كمان غني بالحديد منا بروكولي الملوخيه البروكولي كمان فيها كالسيوم وكثير مفيده للمراه بفتره نعم. الحبل منا الهليون الاسبرج اللي هو كمان كثير طيب كثير مهم اما بالنسبه للفيتامين ا كمان بدي احكي عن الكوسه كمان يلي هي بتحتوي كمان على الفيتامين ا على الفوليك اسيد نعم. على كل المواد يلي هي بتغذي المراه نعم. واهم شيء نادين ما انسى اقوله الحليب ومشتقات الحليب أكيد. يعني المراه الحامل لازم تاكل كل يوم من بين 3 لـ4 وجبات من الحليب ومشتقاته طبعاً. يعني ان كان كبيتين حليب او كبيت حليب كبيت لبن خاليه من الدسم بتضل محافظه على كل شيء او مع دسم ما بيأثر بس خاليه من الدسم اكيد احسن وهلا الحليب عم بيغذوه بالكالسيوم لتاخذ من 1000 لـ1300 ميلي جرام الكالسيوم يلي هي بحاجه فيه بالنهار خصوصا كمان لوقت اللي الطفل بده يتكون العظم تبعه لا كمان هي ما ينقصها كالسيوم لانه الطفل هو بيتكون العظم تبعه بس بياخذ من الستورز تبعه من المخزون الكالسيوم تبعه يلي بيجي من العظم هذا الشيء بيعرضها بالمستقبل لانه يصير في عندها ترقع عظام no. فمن هون نحن بنقول الحليب يلي ما فيهم يشربوا حليب لبن يلي ما فيهم يشربوا لبن الاجبان الاجبان تحتوي على الكالسيوم السمسم بيحتوي على الكالسيوم البروكولي بيحتوي على الكالسيوم ميرسي كثير 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 نانسي على هالمعلومات كثير مهمه وكثير مفيده لكل مراه حامل بشكرك انا كمان بشكرك اليوم على الحلقه المميزه خصوصا انه انت حابله ان شاء الله تكوني استفدتي اكيد استفدت كثير كثير ميرسي كثير نانسي مشاهدينا فاصل اعلاني اول وبنرجع من هو ثنائي هوليوود الاكثر شعبيه جاستن وجيسيكا ام براد بيت وانجلينا فيكتوريا وديفيد بيكهام أو كاثرين ومايكل دوغلاس لا تنسوا أن تصوتوا عبر موقع سيدتي نت بعد لحظات من يحمي حقوق الكاتبات السعوديات؟ أول شيء بس يعملوا الكتاب ويخلصوا من الكتاب ويطبعوا على طول يودوه نسخة لوزارة الثقافة وهل المكياج الغير مثالي هو آخر سرعات الموضة؟ مين بيحدد الموضة بالمكياج؟ إنه اللي دارج واللي مش دارج؟ مين اللي ورا؟ في موضة ألوان ما في أوكي. موضة اليوم مكياج ابقوا معنا مجلة سيدتي كوني أول قارئة تتلقى مجلتها على جوالها واحصلي على أول عددين مجاناً سيدتي عالمك في جوالك شرطة دبي بتتواصل معي بخصوص قضية كتابي المسروق من دار الفراديس هيدي كانت تغريدة لفتت نظر الزميلة أسماء وهبي للكاتبة السعودية سارة مطر لأحدثت ضجة على تويتر وطرحت أسئلة مهمة عن العلاقة بين المؤلف والناشر وحقوق كل واحد منهم تابعوا تفاصيل هالموضوع بهذا التقرير
لفتني تغريدة كتبتها الروائية السعودية سارة مطر على صفحتها. هذه التغريدة قيل فيها أنه كتابة أو روايتها قبيلة تدعى سارة تعرضت للسرقة من قبل دار النشر. تقول سارة أنه لم تحصل على أي شيء، كتاب موجود بالأسواق ولكن ما مش عم تقدر تتحكم فيه، ما بتعرف شو عالشيء، أي شيء عنه، يشارك في معارض الكتب دون إذنه، لم يعد لها أي حق في هذا الكتاب. وكل ما تطالب به سارة أنه وقفوا طبع يعني للكتاب. للأسف بالدول العربية كلها بنعرف أنه الكاتب يعني أكيد ما عم بيحصل على حقوقه كلها يتسوى. هالشيء مش لنقص بمواد القانون، هي لنقص بتنفيذ القانون او تنفيذ الاتفاقيات النشر. بالعقود اللي بتصير بين او الاتفاقيات اللي بتصير بين الكاتب والناشر، في بعض دور النشر يمكن عنده نموذج معين بيتبعوه بهالاتفاقيات، اكيد قابله للتفاوض لان هيدا حق الكاتب عليهم انه يناقش ببنود الاتفاقيات اللي بتعجبه واللي ما بتعجبه. ولكن في شغلات أساسية مطلوبة بحسب اتفاقية جنيف بترعاها اتفاقية جنيف ومفروض أنه تكون موجودة بقلب الاتفاقية، منها حماية حقوق الفكرية والأدبية لها الكاتب. فالناشر هو ملزم أنه يحمي له حقوقه للكاتب يلي نشر عنده. قدرت وصلت من خلال تويتر أيضا إلى تجربة أخرى، هي للروائية السعودية زينب البحراني اللي كتبت روايتها الأولى فتاة البسكويت. ولكن زينب ما كان عندها هالاندفاع بشن حرب على دار النشر لتحصيل الحق. وصلت أيضا من خلال تويتر إلى كاتب آخر ماجد العنزي، كتب رواية شارع براندلي ولكن مع دار نشر. الدار قالت أنه ماجد لم يكن مهتم بعمله، بمعنى أنه ما تابع روايته، كان الخلاف فقط على الحسابات المادية. احنا كدار نشر تعرضنا لعدة عمليات تزوير بعدة بلدان، فتصورت عدة كتب من كتبنا ونحطت على الانترنت وبيقدروا الناس انه ياخذوها بكتير سهولة بدون ما نضمن حقنا ولا حق دار النشر الأجنبية يلي شارين من الحقوق ولا حق الكاتب الأصلي يلي هو اللي عمل الكتاب. للأسف كمان ما في يعني الإجراءات القانونية بطيئة جدا، بتاخد وقت كتير وكلفة عالية أحيان بتخلي الشخص يلي بده يقدم هالشكاوى هيدي أنه يتردد بأنه يفوت بملاحقات قانونية يمكن تاخد سنين وما تعطي نتيجة. الكتاب بحد ذاته مادة ضعيفة بالعالم العربي. ما يحمي الكاتب هو حقوق الملكية الفكرية، يجب عليه أن يذهب لتسجيل كتابه لدى حقوق الملكية الفكرية. وهلأ بالعصر الحديث صار في عندهم شيء اسمه آي بابلش، يعني اليوم في تسهيلات كتير كبيرة للكتاب. يعني مش من زمان رجعنا من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وشفنا إذا بدك هالأشياء الجديدة اللي عم تنطرح على السوق واللي هي كلها لصالح الكتاب. فأنا بشجعهم أنه ينشروا ويطلعوا شوي على النشر الإلكتروني اللي رح يخليهم بمطرح من المطارح يبلشوا يقدروا يستغنوا شوي شوي عن موضوع الناشر ككتاب ورقي، لأنه قادرين أنه ينشروا نفسهم بنفسهم. وعن هالموضوع معي مباشرة من جدة الأديبة والتشكيلية مها بعشن. أهلا وسهلا فيك سيدة مها. أهلا بيك. أول سؤال بدي أسألي، كيف توصفي علاقتك بدار النشر يلي أصدر أول كتاب إليك اسمه امرأة من الشرق؟ هل كنت راضي ماديا عن كتابك الأول؟ بالنسبة للكتاب الأول كان ديوان شعر. نعم. كان ما عندي أي تجربة ولا عندي أي خبرة، طبعت أنا الكتاب بمطبعة وحاولت أنه أنا يعني أبحث عن دار نشر لأني أعطي الكتاب ينشره. فكانت تجربة جدا صعبة، ما عندي أي خبرة فيها ولا أي تجارب. لقيت دار نشر بس ما حسيت أنه هي الدار اللي كانت في بالي، يعني تخيلت أن منها الأفضل. وبالنسبة للمردود المادي يعني كان في مردود بس ما غطى تكلفة طباعة الكتاب.
طيب يعني يمكن ما كان عندي خبرة في تسعير الكتاب، يمكن كمان كلفت الكتاب من ناحية الطباعة، يعني اخترت ورق فاخر، الغلاف كان جدا فاخر. يعني في أشياء في الكتاب لازم تفكري إذا أنت حابة الكتاب ينباع لازم تعملي تكلفته مقبولة للجميع، للي قادر يشتري واللي متوسط الدخل، من كل ناحية يعني. ما كان عندي الخبرة. صح صح. على كل حال لو ما رد عليك بالمردود المادي اللي أنت كنت بتتمنيه، ولكن الكتاب هو بحد ذاته مردود مادي ومعنوي للشخص. مها، بيعتبر الكتاب عادة مصدر دخل كبير للكاتب الأجنبي، حتى ممكن أنه يكون مصدر ثروة مادية لألهم، مثل مثلا كتاب هاري بوتر، بتعتبر الكاتبة من أغنى أغنياء العالم من وراء هالكتاب وكتير مثله. بس ما منشوف هالشي بعالمنا العربي، شو تعليقك على هالموضوع؟ هل السبب هو القارئ أم هو دار النشر أم الكاتب أم الكتابة بحد ذاتها، يعني موضوع الكتاب؟ السبب يرجع من الطفولة. إحنا أساساً ما نحب القراءة بصفة عامة، مع الأسف. ما بنركز لأطفالنا أي ما بنركز لأطفالنا إنه نقرأ لهم قصص قبل النوم، نجيب قصص يعني تناسب خيالهم، تطور لهم الخيال والإبداع. حتى لو كان في طفل موهوب أو عنده خيال واسع، يعني بنعتبره أنه شيء غريب وأنه هو شيء خارج عن المألوف، مع أنه في الغرب بحسوا بهذا الجانب، بحسوا فيه فينموا أكثر. صحيح. بعدين هم يحبوا الاطلاع، يحبوا القراءة، يحبوا أنه هم يستغلوا وقتهم، يعني حتى في أي شيء. إن شاء الله انتظار 5 دقائق أو نص ساعة لازم يكون بإيدهم كتاب. كتاب. وفي الكتب بتساعدهم، يعني أحجام الكتب وفكرة الكتاب ومضمون وكله يشجعهم على القراءة، هم نعم. يحبوا يقرأوا. خاصة أنه مع الأسف كمان دخول الإنترنت والتكنولوجيا كمان بعد أكتر الكتاب عن الناس وخليهم يعتمدوا أكتر على الإنترنت، هذا الشيء كمان أثر بشكل كبير. ما كان لك تعاون مع دار نشر سعودية، وبعدين تعاملتي كمان مع دار نشر لبنانية، كيف لقيت الفرق بين الاثنين؟ بصراحة هم الاثنين، يعني الشيء اللي كان أفضل بالنسبة لي أنه أنا طبعت الكتاب وهم تولوا حكاية النشر، فهذا سهل لي كثير أنه أنا أطبع الكتاب وأتحمل مسؤوليته وأوفر له دار نشر. بس للأسف دور النشر كلها متعبة، يعني حتى لما بتاخدي مردودك المادي، يعني بعضهم بيعطوا المردود المادي، يعني هني ما بيكونوا مسؤولين عن الطباعة حتى؟ لا، في دور نشر الطباعة ودار نشر. أنا الآن أفضل أني أطبع، بنفس الوقت هم يكونوا مسؤولين عن النشر. النشر أفضل مما أنا أطبع وأخذ الكتاب عندي وأبحث عن دار نشر، لأنه ممكن ألاقي دار نشر يرفض مثلا الغلاف أو يرفض اسم مطبع معين على الغلاف. فأنا مو معقول حرجع أطبع من جديد. نعم. لكن أفضل شيء طبع ودار نشر. نعم. شو هي الحقوق لحماية هيدا الكاتب؟ وهل هي كافية بنظرك؟ يعني هي كافية، لكن لازم الكاتب يستوعب إيش الحقوق المفروضة وإيش اللي هو المفروض يعملها. طب شو بتنصحي الكتاب الجدد بخصوص حقوقهم؟ أول شيء بس يعملوا الكتاب ويخلصوا من الكتاب ويطبعوه على طول. نعم. يودوه نسخة لوزارة الثقافة. نعم. ويعملوا نسخة اللي هي بعد ما تطلع عليها وزارة الثقافة وطلعوا التصريح يودوه لدار النشر. نعم. وأنا أفضل الطباعة ودار نشر. مها البعشن الأديبة والتشكيلية، شكرا لك، بتمنى لك كل التوفيق بإصداراتك المقبلة وحتى بلوحاتك كمان. شكرا. شكرا لك. بيصادف يوم 14 من شهر نوفمبر اليوم العالمي للسكري، فخلينا نتعرف بهالتقرير عن داء السكري وأسبابه وعلاجه. السكري هو ارتفاع يعني مستويات سكر الدم أكثر من المستوى الطبيعي، بحيث أنه ممكن يترافق مع مضاعفات. الحقيقة كان في ديبيت أنه شو هو يعني المعيار المشخص للسكري، إمتى بنقدر نشخص السكري. كانوا من زمان يعتمدوا على تحليل البول، أنه لما يطلع سكر بالبول معناته هذا الإنسان مصاب بالسكري. لقينا أنه تحليل البول مو دقيق ولا يعتبر أي يعني كريتيريا أنيمور.
هلأ اللي اعتمدت عليه منظمة الصحة العالمية والإنترناشنال دايبيتس فيدريشن والأمريكان دايبيتس أسوسيشن، يعني تقريبا كل الهيئات العلمية اللي بتهتم بالسكري اعتمدوا على معايير قياسية لتشخيص السكر. لما بيكون عندنا السكر صائم على الريق أكثر من 125 يعني 126 فما فوق، هذا يعتبر سكري، بس لازم نعمله على الأقل مرتين إنه مو تكون مرة خطأ. هذه أول كريتيريا. الكريتيريا الثانية، لو لقينا سكر عشوائي بشكل يعني فحصته لقيته فوق 200 مع أعراض سكر، هذا يعتبر سكري. الكريتيريا الثالثة إنه لو عملت اختبار تحمل السكر وارتفع السكر بعد شرب محلول السكري أكثر من 200 كمان، هذا نعتبره سكري. هلأ جابوا شغلة جديدة من حوالي 3-4 سنين وجاي، إنه لو لقينا تحليل الخضاب السكري أو تخزين السكر في الكريات الحمراء أكثر من مستوى محدد اللي هو 6.4 يعني 6.5 فما فوق معدل تخزين السكر بالكريات الحمراء، هذا يعتبر كمان سكري. النمط الأول من السكري هو فقد مقدرة خلايا البنكرياس اللي بتفرز الإنسولين على إفراز الإنسولين بسبب مناعي، هذا بيسموه التايب 1 دايابيتس، اللي عادة بيصير صغار السن، بس مش بالضرورة صغار السن، ممكن يتطور عند واحد عمره 60 سنة، وممكن يكون يتطور ببطء كمان. هو بشكل كلاسيكي بيتظاهر التايب 1 بشكل أكيوت، بشكل يعني حاد، بيدخل المستشفى عنده حماض سكري، يعني لازم نبدأ على الإنسولين مباشرة. وعادة بيتظاهر بنقص الوزن، اللي النمط الأول بيكون يعني عم يفقد وزن كتير. النمط الثاني الحقيقة تطوره أبطأ بكتير من النمط الأول. النمط الثاني سببه الأساسي إنه توفر الإنسولين لا يلبي الحاجة. ممكن يكون توفر الإنسولين أكثر من الإنسان الطبيعي، بس حاجة الجسم أكثر من الإنسان الطبيعي أضعاف، هاي اللي بسموها المقاومة للإنسولين، الإنسولين ريزيستانس. هدول الحقيقة غالبا عندهم وزن زائد، مو دائما عندهم وزن زائد بس غالبا عندهم وزن زائد، وعندهم غالبا سمنة بطنية. هلأ في عنا السكر الوراثي اللي يعني سببه خلل جيني واحد، هذا اللي بسموه المودي، اللي بتظاهر ممكن بأعمار صغيرة، ممكن الحقيقة يعني تظاهر بأعمار صغيرة، هذول مو بضرورة يكونوا سمان، وأغلبهم الحقيقة ممكن يعني حسب نمط المودي، في عنا يعني حوالي 6 أو 7 من المودي، كل واحد له علاج شكل، في منهم بس دايت، في منهم حبوب حتى لو كان صغير، في منهم بدهم إنسولين. هلأ في عنا سكر الحمل اللي هو مؤهب للسكر النمط الثاني، وفي عنا السكندري دايابيتس، السكري سببه سبب مرض ثاني، مثلا شلت البنكرياس بسبب ورم بالبنكرياس او التهاب مزمن بالبنكرياس، او احيانا الدراج انديوس، مثلا انا عم باخذ كورتيزون، انا بشكل عادي ما عندي سكري وبقدر اكل شو ما كان وما يطلع عندي السكري، بس لاني عم باخذ ستيرويدز كورتيزون صارت حاجة الجسم للإنسولين أكثر مما المتوفر فبيرتفع السكري، هذا بيسموه drug induced diabetes. المريض السكر فيه يأكل مثل ما بده، يعني أي نوع من الطعام بيشتهيه فيه يأكله، بس لازم يأكله بالترتيب ويعرف قديش أكل مشان يعرف قديش أخذ إنسولين. فهدول المرضى بنبعثهم لعند أخصائية التغذية يتعلموا على موضوع اللي بيسموه الكربوهيدرات كاونتين، يتعلم قديش هالأكلة فيها كم غرام سكر، كم غرام من النشويات، لأنه إذا أنا بدي أخذ مثلا وحدة لكل 10 غرامات سكر، فإذا أكلت 20 غرام لازم أخذ وحدتين، إذا أكلت 30 غرام لازم أخذ 3 وحدات. فكل مريض له نسبة الكارب إنسولين ريشيو قديش بأخذ، والمريض الحقيقة بالتجربة بيعرف قديش أنا بيلزمني يعني كم يونت لكم غرام انسولين، وين يونت يعني از افكتيف فور ذس ماتش كربوهيدرات. السكري ممكن معرض اكثر للاصابه مثلا بنقص الحس، اعتلال الاعصاب السكري، يعني من المضاعفات الشائعه للسكري. فهدول اللي ما بيحسوا مثلا برجليهم، هو اكثر اعتلال الاعصاب بيصير بالقدمين، الاعصاب الطويله، فاول ما بيفقد المريض الحس بالرجلين، فإذا واحد فاقد الحس برجليه
ولابس حذاء ضيق او في بسمار او بحصه او شيء ممكن يعني يؤذي رجليه بدون ما يشعر فيها. فهذول لازم دائما يعني عندهم توعيه خاصه يعني لمرضى السكر انه شلون يعتنوا بالقدمين، لانه هي الوسيله الحقيقه الافضل للحمايه من الجانجرين قرحات القدم السكري والبتر القدمين. والحمد لله يعني مؤخرا لقينا انه يعني نسبه بتر القدمين بتر الأطراف بسبب السكري خفت كتير الحياة بسبب تقدم الوسائل العلاجية والثقافة بشكل عام. مشاهدينا فاصل إعلاني أخير من تابع من بعد آخر فقرة من حلقة الليلة. بعد لحظات، هل المكياج الغير مثالي هو آخر صراعات الموضة؟ مين بحدد الموضة بالمكياج؟ إنه اللي دارج واللي مش دارج، مين اللي وراء؟ في موضة ألوان، ما في موضة اليوم مكياج. ابقوا معنا. حددي مع صفحات أزياء سيدتي اتجاهات موضة هذا الخريف، فاعتمدي مثلا التنورة التي تصل إلى حدود الركبتين، واختاري الأبيض المنعش، وجربي الطبقات المتعددة، ولا تتخلي عن الإطلالات الموحدة. ما في شك أن الصورة اللي بتطلوا فيها نجمات هوليوود بيكون لها تأثير كبير على الموضة بشكل عام. وصلنا منلاحظ بالفترة الأخيرة أنه كتار منهم بفضلوا الطلة البسيطة، والبعض كمان شكل ظهور صدمة للجمهور واتطلوا بدون مكياج. بهالتقرير خلينا نتابع تأثير إطلالة النجمات وإنعكاسها على موضة المكياج. لا شك أن جرأة نجمات هوليوود على الظهور أمام عدسات الباباراتزي من دون مكياج كان سبباً أساسياً بأن يكون المكياج غير المكتمل وغير المثالي موضة العام 2013. ووفقاً لخبراء التجميل العالميين، فإن المكياج السهل والذي يحتاج إلى الحد الأدنى من الأساسيات هو المطلوب هذه السنة، أي أن كل ما تحتاجه السيدة هو أن تقوم من سريرها من دون بذل أي مجهود يذكر. ويؤكد بعض رواد الموضة في العالم أن تجرؤ بعض النجمات العالميات على نشر صورهن من دون مكياج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك كان سبباً أساسياً بظهور هذا النوع من المكياج على أنه موضة العام. ولا شك أن هذه الجرأة دفعت بالليدي غاغا بأن تختار صورتها من دون مكياج لتكون غلاف ألبومها الأخير، الأمر الذي شكل مفاجأة للكثيرين شأنها شأن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي صرحت مؤخرا أنه لا مشكلة لديها بنشر صورها بدون مكياج. إذن تشجعي سيدتي وقولي وداعا لكريمات الأساس أقلام تحديد الحواجب والشفاه، فأهلا وسهلا بالمكياج الخفيف الذي لا يحتاج إلا لي بشرة مضيئة، شفتين طبيعيتين، وقليل من الكحل الملطخ وغير المحدد. لنحكي أكثر عن المكياج بيسعدني رحب معي بخبير التجميل أحمد الأسير. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا فيك نادين. مثل ما شفنا بالريبورتاج أنه الموضة لسنة 2013 بالمكياج هو المكياج المخربط أو الغير مثالي، خبرنا أكثر شو يعني هالمكياج الغير مثالي. مكياج غير مثالي هو مثلا اليوم نحن عم نشوف على الفاشن شوز بالعالم كلياته اللي هي الموضة عامة، مثلا جون غاليانو ما بيعمل مكياج انت تقدر تطبقيه على حالك كل يوم، مثلا انت اليوم وزيعة بدك تكوني نادين بدك تكوني انت هذا مكياج مثالي، يعني الواحد تقدر تطلع فيه بالنهار او تطلع فيه بالليل. فدائما هو خارج عن المألوف، بيكون يعني بيكون ارتستيك ميك اب، فيك يكون مثلا ما له علاقة بالكالرز، ممكن يكون شيء في اكسسوارز محطوط على الوجه، ممكن يعني ارتستيك ميك اب. مين بحدد الموضة بالمكياج؟ انه اللي دارج واللي مش دارج، مين اللي ورا؟ في موضة الوان،
ما في مودة اليوم مكياج. أنا اليوم بتلاقي أحمد نزل بانو كتير مكياج كتير ناتشورال بتروح لناس معينة بتحبها. اليوم أنا مثلا بدي فوت بالريد ليبستيك ومكياج كتير هيك جراي فوق كتير هيك لنقول سموكي صارخ بتروح كمان لناس معينة. ما إلي على أنت اليوم عليك تنزلي على السوق والعالم شو بتحب بتيجي لعندك. طيب لهيدي السنة شو الألوان اللي دارجة؟ الالوان اللي حاطتيها انت كثير حلوين نادين. ثانك يو. دارجه لانه بلشنا نحن بالشتاء. الاوبرجين دارج كثير. الكامل زيتي المات. لا الزيتي دارج كمان. شو اسمه الاشياء المات. هلا انا بتبع دائما بالموضه بالشتويه بحب المكياج الدافي بس دافي. مش يعني الالوان تكون دافيه بس ما تقوي المكياج يعني ترابيه بحب غمق الحمره اكثر. يعني بتكون الالوان ترابيه بال وورم دفى بس الحمره بتحب تشتغل عليها تقويها قويها شوي. طيب بدي اطلب من روى تفضل معنا على البوديوم لبنفرجي للمشاهدين كيف بدنا نعمل مكياج لنهار سريع وحلو وضمن موضه السنه اكيد وكيف بعدين بنقدر ننقله لليل. بالضبط نقله بمكياج. اوكي هلا انا اوريدي لانه مش هنضيق الوقت عامل الفونديتان على وجه لروى وعامل كوريكسيون تبعي. هلا حنعمل الحواجب لانه الحواجب كثير مهمين بشكل الوجه لانه هن بيعطوا بيعكسوا شخصيه المراه. هلا انا بس عم حط البلاش. هلا عم حط البلاش. اوكي عم بتحط اي الوان الدافيه الترابيه البيتش مع البيتش انجر مع الفيتباج. بالضبط هون نحن ما بدنا نغمق كثير نعم لانه للنهار بعدنا عم نحكي يعني كانه حدا عامل نتفه برونزاج. بالضبط نعم. هلا نفس الالوان اللي انا حطيتها فيه اضربهم شوي على فوق على جفن عينه البلاش. اي بيطلع كثير حلو صحيح شكله. بيعطي هيلثي لوك صح. احمد تشرح لنا هلا انت عم تحط الاي لاينر. حط اي لاينر لروى ماني كثير مستحكم بس ماشي الحال انا مش عم اشتغل عندي على اوكي بس مبين كثير حلو الاي لاينر. اي كمان هلا كثير دارج الاي لاينر هيك مثل ايام بريجيت باردو اللي بيجي هيك تخين ولو مفتوحه لورا. مزبوط. هلا مبدئيا هذا هي فيها تظهر فيه بعد الظهر لنقول نعم او كمان بنهار. بيمشي او كمان بيمشي بسهره. هذا اللي بدي اقول لك اياه انه ممكن. هلا بتعرف من زمان كانوا يقولوا انه ميك اب الليل بده يكون قوي يعني العيون قويه وفوق الحمره قويه. مزبوط. هلا يمكن تغيرت شوي العوايد يمكن صارت الميك اب الخفيف وبقت قوي بس بالشفاف. انت اليوم نادين تحطي ماسكارا وبلاش وتطلعي ما له علاقه. طب اكيد بس عم نحكي انه اذا بدنا نقول للمشاهدين انه ميك اب الليل ما بقى ضروري انه يكون كثير قوي مثل ما كان دارج من زمان يمكن صار فيها تقوي بس بالحمره. صحيح مزبوط كثير مهم ننظف حوالين الشفاف. نرجع نبرزل اكثر اكيد. اوكي ميك اب كثير حلو. بدي اعبي شوي الحواجب عندي هي حواجبها اوريدي عبايه يعني بحسه ناتشورال هيك عم بالفرعه. لا وعندي كمان شيء اي برو كانت كثير حلو ومهم بس مو تكنيكال يعني تقدر تستعملي اوكي ماسكارا للحواجب. فيكم مكياجك هالقد نادين فيك انت تكتفي بهالقد لفوق كذا نعم فيها تكتر وفيك تكتر. هلا انا رح كتر شوي كمان رح ارجيك بدنا نغمق شوي وكيف رح اشتغل تحت العين. كثير حلوه الالوان شوي على موف على ليلا على بني ايه فيري نايس. هي الوانك احمد بحسها كثير بتحبها. ثانك يو سو ماتش روى كثير كثير حلوه كثير لبق لك الميك اب شعراتي كثير حلوه بس الشغله كثير مهمه دائما اذا شفتي هو لانه مثل كانه بقع الضوء هو بضوي صح ولانه بيضرب الضوء فيه فلازم تنتبه كثير منيح عند كل الميلات تشوفيه أكيد. اذا هو مش واقف بمحل معين فلازم يكون بده يعمل مضبوط استومباج بلندينج 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 برو بلندينج يس. ثانك يو ثانك يو روى ميرسي احمد ميرسي كثير على المعلومات والنصايح اللي كثير حلوه. شكرا كثير لوجودك معنا ولكم كمان بتمنى لك كل التوفيق. ميرسي وانت كمان Stay healthy and your skin will thank you. بهالتقرير شو هو تاثير الاكل على صحتنا وعلى بشرتنا كمان بنشوف سوا.
بما أن الغذاء هو عنصر مهم لنضارة البشرة، رح تخبرنا بهالتقرير أخصائية التغذية التي تعنى بصحة البشرة كريستال بيدروسيون كيف ممكن يأثر الغذاء على صحتنا بشكل عام وعلى بشرتنا بشكل خاص. أهلا وسهلا فيك كريستال. ميرسي، أهلا فيك. بالبداية، لأي درجة بيأثر الغذاء على صحتنا وعلى بشرتنا؟ يعني مثل ما بنعرف كل ما بنتقدم بالعمر كل ما ببلشوا يبينوا التجاعيد وبتصير البشرة باهتة أكتر حتى رقيقة، فنحن مش قادرين أكيد نوقف الوقت، بس على القليلة إذا أكلنا بطريقة صحية وأخذنا أنواع معينة من الأكل رح نحكي عنها اليوم، نقدر نخفف قد ما فينا أثر هذا العمر على وجهنا. شو هو المفيد عادة من العناصر الغذائية على البشرة؟ حتى نعرف أي أنواع من الأكل وأي عناصر بتفيد البشرة لازم نعرف أول شيء شو الأسباب اللي بتأثر أكيد سلبياً على البشرة. عادة عنا عوامل وراثية، هيدا ما فينا نعملها شيء، بس عنا عوامل خارجية. رح نحكي عن الفري راديكلز اللي هن إذا بدك عوامل مضادة للتأكسد أو بالعكس بتعملنا تأكسد بالبشرة، وهون نحن لازم نستعمل الأكل اللي فيها أنواع مضادة للتأكسد أو أنتي أوكسيدن. وإذا بتلاحظي كمان على الكريمات أو المستحضرات تبعو للتجميل بنقرأ أنتي أوكسيدن، شو هن؟ عادة بيجوا على شكل فيتامينات مثل الفيتامين A والأو والسي، وعندنا معادن مثل الزنك والسيلينيوم. الفيتامين A فينا ناخدها بالأكل بالفواكه والخضرة، خاصة الخضرة مثل البروكولي دونك الأخضر الداكن، أو حتى الأورانج والجزر دونك كل هيدول الأنواع من الخضرة والفواكه بتساعدنا، مع الفيتامين E. الفيتامين E بنلاقيها بالمكسرات، بيشتغلوا سوا حتى يحافظوا على البشرة. الأوميغا 3 هو نوع من الدهون، دهون غير مشبعة اللي هي صحية ولازم قد ما فينا نزيدها بأكلنا. كمان ما فينا ننسى المي، كتير مهم نشرب من لترين لثلاث لترات حتى تضل البشرة رطبة وحتى يقطعوا الفيتامينات والمعادن بطريقة صحيحة على الخلايا. دونك إذا بدك تدفق الدم بكون منيح من وراء المي. هلا بدنا نحكي عن أشياء غير مفيدة للبشرة. غير مفيدة مثل ما حكينا عن الدهون الصحية اللي هي غير المشبعة، الدهون المشبعة هي غير صحية بنسميها saturated fatty acids اللي هن الدهون اللي بنلاقيها بالحيوان، يعني من الحليب ومشتقاته، الأجبان كاملة الدسم، عشان هيك دائما بننصح بقليل الدسم أو حتى خالي من الدسم. وعندنا بالمقابل كمان السكر اللي هو كمان بضر، بيعطي للبشرة إذا بدك بيعملها باهتة وبخليها إذا بدك تصير رطبة أقل. دونك هدول الاثنين الدهون والسكر لازم يتعدوا 10% من الوحدات الحرارية اللي نحنا بناخدها بالنهار. هل في مأكولات أخرى محددة بتساعد على تحسين المظهر العام للبشرة؟ في عندنا مثلا البابايا كتير مهمة، وهلا عم بيكون مكون أول بمستحضرات التجميل لأنه في بقلبها أنزيم اسمها باباين اللي هي بالعكس بتساعد إذا بدك على تبييض الوجه والبشرة in general. في عنا كمان الكاكاو أو الشوكولا المر كتير مفيد، في بقلبه فيتوكيميكلز أو إذا بدك مواد منلاقيها بالنبات بتساعد كمان لترطيب البشرة. وإذا بتلاحظي كمان بمستحضرات التجميل في عندك كاكاو باتر، المستحضرات والأكل بتساعد البشرة. في عنا الأفوكا كتير مهم لأنه فيه زيوت كتير صحيحة وصحية اللي هي غير المشبعة بتعطي لمعان للبشرة. في عنا الشاي الأخضر كتير مهم، كمان فيه فيتوكيميكال كتير مهم اسمه كاتيشين واللي هو كمان بيساعد البشرة وخاصة ضد الكانسر وكانسر البشرة. هل بيأثر نمط الحياة على صحة البشرة؟ أكيد، مثل ما الأكل كتير مهم أسلوب الحياة كتير مهم، يعني لازم نمارس الرياضة قد ما فينا لأنه بالرياضة الدورة الدموية بتصير أسرع، دونك كل الفيتامينات والمعادن اللي حكينا عنها رح يقطعوا بشكل أفضل بالدم ويوصلوا لخلايا البشرة. في عنا النوم، أكيد مثل ما بتلاحظي وقتها ما بتنام منيح هيدا الشيء دغري ببين تاني نهار على البشرة، بتحس الوجه تعبان، نوم كتير مهم 8 ساعات. بنحكي كمان عن الصن
بلوك، دونك لازم نحط واقي ضد الشمس حتى نخفف قد ما فينا من الفري راديكلز او العوامل المؤكسده. وكمان ننتبه على موضوع انه نخفف وزننا تدريجيا مش بشكل عشوائي، لانه رح ينقصنا فيتامينات مع عيدين، رح ينقصنا دونك حتى بروتينات، وبنعرف انه البشره في بقلبها كولاجين والإلاسين اللي هن بروتينات، دونك ما بدنا كل هالمواد الحسنه والجيده تنقصنا من جسمنا. هل النصايح اللي قدمتيها هي لكل انواع البشرات ام في اطعمه محدده ومواد غذائيه محدده لكل بشره؟ هلا نحن حكينا بشكل عام وحكينا اذا بدك عن عده انواع اكل. كل شخص هون لازم يشوف شو المشكله اللي عنده اياها بالبشره. يعني اذا عنده مشكله بياض او عنده بقع مثلا بفكر بالبابايا، اذا عنده مشكله ترطيب بفكر بالفيتامين ا والفيتامين او. وكل واحد لازم يشوف شو المشكله، بس اهم شيء ننوع، ما نفكر انه الاكل هون اذا بدك خلطه سحريه، إذا أكلنا كل يوم أو شربنا كل يوم جزر تاني نهار رح نحس إنه وجهنا تغير. لا، هذا الشيء لازم نعمله تدريجياً ودائماً وكل يوم. ننصح بأكل الخضار والفواكه 5 حصص كل يوم، نشرب مي منيح، رياضة، نوم، هيدول كلهم رح يساعدوا ويأثروا على البشرة تبعيتنا. مشاهدينا انتهت حلقة الليلة، بشوفكن الأحد المقبل، وتذكري دايما مع سيدتي انت السيدة الأجمل بالعالم العربي. تصبحوا على خير.